السلام عليكم ورحمة الله وبركاتكم. في فلوق جديد ونهار جديد. كما توافقنا قلت لكم كل جمعة ان شاء الله نهبطوا فيديو. اليوم الفلوق جديد بالطقس مش لك الكل، هذاك علاش ما عملناش فلوق. اما باش نعملوه في الدار المرة هذه، باش نطيبوا ماكلة وقعدوا معنا. ما تنسوش ديما تشاركوا في القناة وتحطوا لنا لايك. كما قاعدين نشوفوا خصو الطقس مش به جملة، مطر بارتو هنا في جنينة، طقس برشا بارد. ما طقس مش لك الكل في بلجيكا وباردة برشا. البرد ذاك تشوف كما تشوف البرد اللي هو يخلي البشرة ما يخرجش وما يتحركش. يقعدوا معنا كما قلت لك. ما تنسوش قبل ما نبدو نعملوا في الفيديو ادخلوا القناة، حط لايك وشارك في القناة تسويت تو قبل ما نبدأ. واحد اثنين ثلاثة نبدأ. كما تشوفوا نحنا تو في الكوجينة، هنا نوريكم مش نمشي نطيبو بسيط. كما تشوفوا هكا خذينا مرقيز، نقليو شوية مرقيز ونعملو مرقيز وسلاطة. نوريكم كيفاش باش نعملوهم. هالفريجيدير ميخوب طماطم، عندي زيت بسبيس، راس بسبيس. نمشي غادي كناخذ بصل، ناخذ زوج بصلات. كما هكاي كما تشوفوا جبدنا هذي باش نقصو فيها نحطو فيها سلاطة. نستعمل قلاية كبيرة، نحط هوني، نحطو هوني هكا، ونحطو سبعة اثنين ثلاثة أربعة لا خمسة ستة هذي سبعة باش المرقز ما يتحرقش. نخليو الواحد يسخن. واو كما تشوفوا نقصوا البصل ونرجعو لكم. كما تشوفوا هكا توا قصينا البصل، توا نقصوا الطماطم. كما تشوفوا حطينا ملانة، بعد نحطوا الطماطم، بعد نحطوا البسباس. توا نقصوا الطماطم، كابين طماطم نقصهم. كما تشوفوا قصينا الطماطم، نقعد لنا كان البسباس. كما تشوفوا حطينا البصل، حطينا الطماطم، توا نقصوا البسباس. نحطوه مع جماعات مع البصل والطماطم تسويت. كما تشوفوا كما نقصينا البسباس، نهزوا البسباس كما هكا، نحطوه مع جماعته. كما تشوفوا تو نفوحوا سلاطة. عنا زي زيتونة كما قاعدين نشوفوا، زي زيتونة تونسية مدن تونيزيا. غادي تليفوني ضبب شوية ذاك عليه فهمتش عليه. كما تشوفوا زي زيتونة تونيزيا متاعنا، نحطو شوية زي زيتونة. ناخذوا عشاكم الملح، حطوا شويه ملح. حطوا شويه فلفل اكحل، وبعد نحطوا
شوية كما تشوفوا خل. أنا نحب السلطة بالخل، كان ما فهمش خل نحط قارص، حطوا شوية وبعد خلطوها كما شفتوا. خدينا 4 كعبات مرقيز، سخنا قلاية. نحنا كي العادة من هنا من نقلوش بالزيت، نقليو بالزبدة بالبور نتاع بور نتاع الحم، سبيسيالي نتاع الحم. نحطو الزبدة في القلاية، نخلو اللي يذوب، وبعد نحطو 4 كعبات مركز كما تشوفوا لهنا. هذه قلت لكم عليها الزبدة، ها تعلق يقليو بها الحم، سبيسياليتي نتاع الحم، زبدة نتاع الحم. كما تشوفوا قصو مرسو الزبدة كما هكا، وبعد لازم نحطها في القلاية، خلوها اللي يذوب، دوروا هكا، دوروا هكا كي بيان اللي يذوب هكا اللي يذوب، وتوا كما هكا نبدا نهزو نحطو بالكعبة. هذي الكعبة ونخلوهم يطيبو. شوفوا خلطنا سلاطة كما تشوفوا لهنا، المرقاز قاعد يطيب. طاب مشيرة هذه مزيد مشيرة الأخرى، ونوريكم الفلام تاعنا اللي حضرناه اليوم. نرجع لكم كما تشوفوا هكا الفلام تاعنا حضر، مرقاز وسلطة كسكوكا ناكلو. نرجع لكم كما شفتوا، وريتكم تاو البلان تاعي حضر ناكلو. وشاهدكم طيبة، ونكملوا ناكلوا البلا ونرجع لكم توت سويت. كما تشوفوا كملنا كلينا الحمد لله. كما قلت لكم ما تنسوش شاركوا في القناة وتحطونا لايك. وفما حاجة باش نقولها لكم، باش نعملها بيانتو على قريب، اللي مش يشارك في القناة نعملو من هنا حتى لاخر الشهر الجاي، اخر شهر 4 اخرو كي نوصل 1000 مشترك عندكم فيكم واحد رابح 150 يورو، 150 يورو. ما تنسوش تشاركوا في القناة وديما حطوا في روسكم 150 يورو، والرابح مش نخرجوه ديريكت على خرجوا لكم ديريكت على اليوتيوب تشوفوه. اللي يبعث لنا ايميل، اللي يبعث لنا التعليقات نتاعكم هو اللي يربح معانا. لو كان من بلجيكا ولا حتى من اي بلاصه، من المغرب، من الجزائر، من تونس، نبعثهم له على وسترن يوم، يبعث لي نمرو نكلمه ونبعثهم له على وسترن يوم. ما تنسوش ديما كما قلت لكم تشاركوا في القناة وتحطونا لايك، والسلام عليكم ورحمة الله.